مرحبا مرحبا بكم الناس كل على قناة تونس آب. في خبر جديد، النائبة التونسية عبير موسي تهاجم وتفضح السياسي راشد الغنوشي في البرلمان التونسي بكلام قاسي وجارح لتكشف العديد من الحقائق الصادمة عليه. قبل ما نبدأ وزيقاي في بث بعض اللقطات النارية كما اعتبروها برشا ناس، ما تنسيوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكاك يوصلكم جديدنا الكل، وما تبخلوش علينا أيضا بدعمكم بإعجاب. وهذه جلسة ستسمع فيها حقيقتك المرة، وسيسمع فيها الشعب التونسي الأكاذيب اللي انتم تقولوا فيها. أول حاجة باش نبدأ نلخص، ماذا فعلتم في هذه المدة اللي شديتوا فيها البرلمان؟ مانيش باش نحكي على أخوانة الإدارة اللي حطيتوها، مش باش نحكي على سوء التسيير داخل المجلس، مش باش نحكي على الجهل التام بالقوانين وتجاوز القوانين، مش باش نحكي على تجاوز النظام الداخلي، باش نحكي في السياسة الخارجية، خروقاتكم وتجاوزاتكم. بديتوها في جانفي وقت اللي مشيتوا الأردوغان خلصة بعد إسقاط حكومة الجملي، ومشيتوا قعدتوا ومن غير البروتوكولات واحترام الدولة التونسية والسيادة الوطنية. من بعد وقت جات الكورونا، في بالك باش تستفرد بالمجلس، النواب غايبين مش موجودين، بديت تجبط في مشاريع القوانين، هاو اتفاقية قطر، هاو اتفاقية تركيا، هاو مشروع قانون المعابر البرية الحدودية، وبديت تنفذ في الأجندة متاعك. كلمت أردوغان في 25 أبريل 2020، وما قلت لناش وما قلتش للتوانسة، فتحتك الصفحة التركية. من بعد جيت نهار 4 ماي، كتبت لنا تستبلح فينا كالعاده، وذايا اسلوبك وذايا منبع وجودك، كتبت لنا على الصفحه الرسميه نتاع مجلس النواب انك اتصلت برؤساء البرلمانات المغاربيه، وحطيت لنا الاعلام نتاعهم بما فيهم الدوله الليبيه برلمان ليبيا، وانت طلعت ما اتصلتش برئيس برلمان ليبيا، وطلعت اتصلت بخالد المشري اللي ينتمي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين اللي هو التنظيم نتاعك، وسأتي إلى ذلك. وكذبت علينا، نعم هناك كذب واضح ومتعمد على النواب، في بالك احنا ما نتبعوش وما نعرفوش، عملنا لك احنا المسائلة وطلب المسائلة، جبت شكون يفتيو لك كيما اليوم منعوك من اللائحة، فتيو لك وعملوا لك الفتوى متاع عدم المسائلة، وطلعت مغالط نفسك، وطلعت هاوك الشعب التونسي كله مطلعش، قلت في جانفي لا خير في مجلس لا يسائل رئيسه، وتوا جايبين لنا الفتوى متاع عدم المسائلة سائلة ونحن نسألوا فيك. عملنا اعتصام الحسم، اعتصام الحسم هذاك من ما ينفعش. رجع لك الميكروفون والوقت، ولكن لابد من التزام الأدب خارجية، وانت وقتها عامل العملة هذيك وساكت وما قلتهاش، فضحوك هما. اذا هذه تحركاتك اللي فقنا بها واللي زعما شفناها، وما خفيها كان اعظم. اللي يحب نبينه للتوانسة ما تقصش عليا، اللي بعد جاوبني انا الوحيد اللي عندي الحق، اللي نحب ما تجاوبنيش توا، رجع الوقت ما تجاوبنيش، رجع لي وقتي. رجع الوقت. رجعوا للوقت. وما تقاطعنيش من بعد جاوب. ولكن لابد من التزام الأدب. ما تقاطعنيش، جاوب من بعد. لابد من التزام الأدب. جاوب من بعد، مؤدبة، أنا قاعد أقول في الحقيقة. أنا أقول في الحقيقة أنا مؤدبة. الحقيقة. اللي يكذب على الناس هو اللي ماهوش مؤدب.